في البداية كده عايزين نتكلم عن معركة الوعي اللي بتقودها المتحدة السنة دي خلال دراما رمضان 2024، وخلينا نتكلم عن أبرز ملامحها. طب ما تخلينا نسميها معركة الاحتياجات، يعني الوعي أحد الاحتياجات اللي المواطن المصري محتاجه. حضرتك لما بتروحي تشتري أو بتروحي المكتبة بتختاري الكتب اللي أنت بتعتادي على قراءتها أو بتحب قراءتها، لكن مش دايما بتروحي لمنهج أو لكتاب أو لموسوعة مش من اهتماماتك. المتحدة قدمت المكتبة بالصورة النموذجية. حضرتك في هذه المكتبة، ما بحبش أقول عليها مائدة، بقول مكتبة. المكتبة دي بتقدم كل شيء، تقدم الوعي كأحد الاحتياجات لمن يحتاجه، بتقدم الترفيه كأحد الاحتياجات الأساسية لكل المصريين، بتقدم الأعمال اللي بتخاطب الأطفال، بتقدم الأعمال اللي بتخاطب الأسرة كلها. يعني الطفل وهو بيتفرج أكيد الأم قاعدة جنبه بتشوفها بيتفرج على إيه ومشدود لإيه. الكوميديا والكوميديا الاجتماعية والكوميديا اللي فيها فانتازيا، الكبير عامل السنة دي شغل جامد جدا، والأطفال والكبار بيتابعوه لأنه القصص فيها فانتازيا كتير. زي ما الأستاذ مصطفى أشار، كامل العدد، عتبات البهجة، رغم أنه مسلسل نقدر نقول تقيل، لكنه كمان فيه لمسات من الكوميديا الإنسانية والحياتية اللي كلنا بنشوفها. يكفي أن النجم الكبير يحيى الفخراني طالع وكأنه يوتيوبر بيقدم محتوى جاذب للسوشيال ميديا، فبيتكلم حتى بلغتنا. ففي شوية ميكسات حصلت في الدراما السنة دي لمسنا كلنا، فهو أنا أقدر أسميها وباقتدار وبعد انتصاف الشهر الكريم إن هي دراما الاحتياجات، كل حسب ما يحتاجه وجده. المسلسلات الاجتماعية كان ليها برضو نصيب الأسد من الاهتمام. كان في عدد من الرسائل اللي نقدر نقول إن هي رسائل مهمة، المسلسلات الاجتماعية دي اديتها للأسرة المصرية في شهر رمضان، وخصوصا في مسلسل عتبات البهجة ومسلسل كامل العدد. إيه هي أبرز هذه الرسائل؟ الأسرة. يعني احنا رجعنا تاني بعد كامل العدد، وبنشوف السوشيال ميديا وبشوف قعداتي مع الأصدقاء وأي سحور وأي إفطار، ما تيجوا نعمل زي ما نعيش كلنا في بيت واحد. إيه ده، احنا رجعنا تاني المنطق بتاع الأب والأم والأجداد والأحفاد يكونوا كلهم في بيت واحد. أكيد طبعا الحياة مش بالصورة اللي كانت الكوميديا اللي موجودة في كامل العدد طبعا، لكن الملمح ده ملمح إن احنا نتلم حوالين بعضينا، ملمح إن الأسرة تاني ترجع تكمل العزوة. وخد بالك هو ده بدأ من فترة من قبل رمضان، يعني ما بيننا معاد، ودي دراما المتحدة كانت بتشركنا في الحلول. الأب عنده مشكلة، الأم عندها مشكلة، الأبناء عندهم مشكلة، هيحلوا المشكلة دي إزاي؟ إحنا بنبقى قاعدين بنتفرج بنتداخل، المفروض يعملوا ده، المفروض يعملوا ده، بيغششونا حلول، بيدونا نموذج للحياة اللي إحنا بنعيشها. المشاكل دي إحنا عشناها في بيوتنا ومع أولادنا، ممكن تبقى جرعة الدراما فيها مش كبيرة، هي جرعة الواقع فيها أكبر. بابا جه، بابا جه ده مرعب. ده الولاد بقى في البيوت، بابا جه ماما جت، على حسب مين اللي غايب. الغايب هنا غايب علشان احنا كلنا، زي ما اكرم حسني في الحلقه الاخيره ولاده لما ظهروا معاه قال لهم وانا بعمل كل ده ليه، مع علشانكو. الكلمه ديت احنا نفهمها لكن ولادنا ما بيفهموهاش. فعارفه بتتكي على جراح وبتشوي على حلول وبمتعه وبترفيه وحاجه تناسب الشهر الكريم، بنفرج على مشاكلنا من غير ما نحس انها يعني بالتعبير البلدي بتنقوزنا، لا بنفرج عليها وهي احنا بيحصل معانا كده. طب وعتبات البهجه؟ عتبات البهجة هو اسم على مسمى، يعني ظهور يحيى الفخراني النجم الكبير في رمضان هو في حد ذاته بهجة، هي عتبات الفخراني مش عتبات البهجة. فهي برضو دراما بتلمس، نقدر نقول بس كاتيجوري أكبر شوية في السن، بتلمس كل اللي عندهم نفس المشكلة، الإحساس إن إحنا كبرنا، إحساس إن إحنا بعدنا. لا، أنتوا موجودين، أنتوا بركتنا وأنتوا حياتنا وأنتوا امتدادنا، بس إحنا يمكن في سرعة الحياة ممكن نكون بعيدين شوية عن الفئة العمرية ديت باحتياجاتها، لكن هي موجودة في رمضان.